السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة والنشاط والأسبوع توا في أوله، ونجدد اللقاء وياكم في الصباح رباح وإشراقة المتزامنة اليوم مع اليوم العالمي للابتسامة ويوم المعلم، ومن لكل معلم ومعلمة كل ابتسامة طيبة وتحية شكر. صباح الخير يا حسن. صباح النور، بما أنه يوم الابتسامة فخلينا نبتسم. يهدينا مشاهدينا ومستمعينا الكرام الصباح نوره، وبكل تفاؤل نستقبل حضوره بالتحايا الصباحية وبالاستبشار بالزمان والمكان وين ما نروح مثل عطر يفوح. حياكم الله في حلقة جديدة من الصباح رباح، حلقة منوعة فقراتها ومواضيعها. ويانا طبعا وبيكونون في رفقتنا مناديبنا وضيوفنا وفقرات أخرى، وفي البداية بتكون إطلالتنا الخارجية مع النديب عبد الرحمن المري من مركز قطر الوطني للمؤتمرات عن جودة الرعاية الصحية. أيضا بيكون معنا النديب محمد الشهراني من نادي الغرافة في مواكبة للبرنامج الأولمبي المدرسي. وعن سلامة صحتنا ولكن صحتنا النفسية، يسعدنا استضافة كل من الأخصائية مؤسسة حمد الطبية الأستاذة أميرة الإسحاق، ومن جمعية وياك نستضيف كل من حمدة عبد الأمير وفاطمة محمد. قبل طبعا اكيد نرحب فيكم، صباحكم الله بالخير. وقبل نبدا معاكم برنامجنا او بدايه صباحنا، خلينا نشوف معاكم هاللقطات والنغمات الجميله من سوق واقف. الله يسعد صباحاتنا، وحلو الصباح صراحة في سوق واقف وفي قطر كلها يعني عموما. صحيح أكيد، وبما أن بعد أنه يوم الابتسامة أنا محتاجة اليوم أبتسم طول اليوم. مشاهدينا، عندنا تحت شعار بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية يعقد عندنا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات المؤتمر 32 للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الأسكوا لأول مرة في دول المنطقة والشرق الأوسط. طبعا مزيد من هذا التفاصيل عن هذا المؤتمر مع نديبنا عبد الرحمن المري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. مركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث يعقد المؤتمر 32 للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الأسكوا، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة والشرق الأوسط منذ عام 1985، وليحمل شعار بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحية. الحديث أكثر عن هذا المؤتمر وأهميته في القطاع الصحي، نستضيف معنا الدكتورة عائشة عبد الله العالي مدير إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية في المجلس الأعلى للصحة، اللي بتكلمنا أكثر عن هذا المؤتمر. مرحبا دكتورة عبر شاشة قناة ريان. في البداية لو تعطينا نبذة عامة عن هذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر هو منظمة الأسكوا اللي هي الجمعية الدولية للرعاية الصحية، أسست من عام 1985. طبعا المؤتمر يقام سنويا عبر مناقصة، منافسة عبر كثير من الدول تطرح فيها المناقصة، والدولة التي تفوز بالمناقصة تستضيف المؤتمر. فالحمد لله احنا هالسنة استضفناها في دولة قطر، واللي أول مرة في منطقة الشرق الأوسط،
وتنافسنا على 7 دول منها اليابان وفرنسا، ولله الحمد فصارنا احنا لاول مره في منطقه الشرق الاوسط. طبعا منظمه الاسكوا، بس بعطي مختصر عنها، هي تعتمد منظمات الاعتماد الدوليه مثل الجوينت كوميشن، الكنديان، الاستراليان، هي تعتمد منظمات الاعتماد. فان شاء الله كل التوفيق في المؤتمر هذه ان شاء الله. يعني شعار المؤتمر بناء الجوده والسلامه في نظام الرعايه الصحيه، وهذا طبعا شيء مهم خاصه في دوله قطر بناء على ما يتطلب من رؤيه قطر الوطنيه ايضا 2030. سؤالنا للدكتوره، كيف يمكن لقطر ان تعتمد او يعني تستمد هذا الشعار وتعمل فيه في المستقبل؟ طبعا على حسب رؤيه قطر طلعت اللي هو الاستراتيجيه الوطنيه للصحه، فطلعت معها عدة مشاريع حول 39 مشروع، من ضمنها مشروع اللي هو تحسين الجودة الرعاية الصحية، ومشروع الاعتماد وترخيص والاعتماد. هما كلاهما مشاريع كبيرة تطرح فيها كثير مواضيع حول سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. بتكلم أكثر عن مشروعي اللي أنا مسؤولة عنه، أنا مسؤولة مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وهو مشروع فريد من نوعه في العالم بحد ذاته. أول مرة يدمج الترخيص مع الاعتماد في بروسس واحد، يعني في منظومة واحدة. نتكلم فيها في المؤتمر بإسهاب، ولاقى كثير من التساؤلات، يعني شلون بيكون مميزات هالمشروع، شنو بتكون الأشياء التحديات له، فإن شاء الله نتوفق فيه إن شاء الله. لو تخبرنا دكتورة يعني أهم الجهات المشاركة في هذا المؤتمر. كثير من المنظمات الدولية، يعني عندنا مشاركات دولية وإقليمية، عدد الحضور يفوق فوق 700 شخص، فيها من أكبر الخبراء والممارسين في مجال الجودة. طيب كم مدة انعقاد المؤتمر؟ كيف يمكن يعني الاستفادة من هذه الخبرات وهذه الدول يعني الكثيرة الموجودة في القطاع الرعاية الصحية؟ طبعا المواضيع مختلفة في هذا المؤتمر، فيها عن الجودة الصحية، فيها عن التكنولوجيا حول سلامة المرضى وتحسين الجودة، فيها التركيز أكثر على تجميع البيانات لتحسين الأداء. فالمواضيع التي تطرح على بناء على دراسات والأبحاث اللي أجريت في هذا العام. نعم، ممكن يعني التوصيات، أهم المقترحات ممكن تقوم بها في هذا المؤتمر سواء من دولة قطر أو حتى من الدول الثانية في هذه المنظومة؟ طبعا احنا ما احنا يعني ننتهي لها المؤتمر، بناء على ما قدمه هذا المؤتمر من البراهين ويعني أشياء قررها المؤتمر بنبني عليها أشياء تفيد دولة قطر إن شاء الله. ممكن مثل إيش يعني؟ منها طبعا اللي هو لو كان في مثلا تكنولوجيا جديدة لتحسين مثلا طريقة تنظيم الدواء لسلامة المرضى نقدر نستخدمها، نقدر مثلا ناخذ آخر البحوث لتطوير الأداء للمؤسسات، فنقدر نستفيد منها كثير مشاريع. أنت بزعم بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة، يعني كيف يمكن يستفيد هذا الشيء وينعكس إيجابا على دورهم في تقديم أفضل الرعاية وأفضل الجودة للسلامة الصحية؟ احنا عندنا ما شاء الله علينا يعني كنا السباقة، عندنا منظومة الاستراتيجية الوطنية للصحة منها مشاريع تغطي كل الأشياء اللي طرحت في المؤتمر مثل ما ذكرت سابقا. نعم، كلمة أخيرة دكتورة عائشة تحمي توجي، خاصة من هذا المؤتمر ينعقد لأول مرة في دولة قطر. اللي بقول أنا قطر تستحق الأفضل، وإحنا جبنا الأفضل وإن شاء الله نستمر في الأفضل إن شاء الله. كل شكر للدكتورة عائشة عبد الله العالي، مدير إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية للمجلس الأعلى للصحة. الله يعطيكم العافية، بالتوفيق لكم إن شاء الله في هذا المؤتمر، والله يعطيك العافية ما قصرت. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة اللي قدمناها لكم من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يعقد هذا المؤتمر 32 للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الإسكوا، والذي يعقد لأول مرة منذ إنشاءه لعام 1985 في دولة قطر، وليحمل شعار بناء الجودة والسلامة في نظام الرعاية الصحي. هذا ما عندنا، نرجع للأخوات في الاستديو، والصباح الله. شكرا عبد الرحمن، وفعلا قطر تستحق الأفضل ولها الريادة أيضا في المجال الصحي. فعلا، وبما نتكلم عن المجال الصحي، تستعد جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، لما تمثله الصحة النفسية من أهمية كبيرة على مختلف المستويات. وعلى هالموضوع طبعا ضيفاتنا في الاستديو أميرة الإسحاق وفاطمة و حمدة. طيب أرحب فيكم. في البداية كان في بالي أسألك، شنو أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية، وش قد مهم أن نبسط موضوع أو نوصل موضوع للصحة النفسية؟ أتوقعتهم نفس السؤال، لأن اليوم هذا بنعرف فيه. تفضلي.
طبعا تخصيص يوم له مهم جدا أولا لتوعية المجتمعات، وليس فقط مجتمعنا، جميع المجتمعات، بالذات أنا أعتبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط. شو نقدر نبسط هالمفهوم الصحة النفسية أنه لا ترى هو مو مرض مو عقلي أو خلل أو إنه مو شيء أن أنت تنبذه وتخاف منه ويصبح عندك القلق تجاهه، وإنما إذا صادف أن عندك مشكلة نفسية من خلال المختصين ومن خلال الطريقة الصحيحة للعلاج تصبح إنسان، ترجع مرة ثانية إنسان عادي. لأن ما بين أن أنت تصبح مريض نفسي وما بين أنت تكون سوي، هي فقط خط لاين متباين ما بين هذا، ما بين السواء والمرض. فهو كأي مرض اعتبره، مثل الإنفلونزا تحتاج تروح طبيب تأخذ أدويتك، تأخذها بانتظام وتصبح بعد ذلك طبيعي. فنفس الشيء هذا الأمر. طيب فاطمة وحمدة، صفتكم يعني بالجمعية شنو هي بالضبط؟ متطوعات؟ متطوعات في الجمعية. جميل. طيب يعني السنة هذا الـ 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 نقول هذا اليوم شعاره جاء تحت، يعني شنو هي الجملة، شنو هو الشعار اللي جاء لهذا اليوم احتفال به؟ عارفينه؟ ايوه عارفينه. حمدة جاوب. اوكي. شعار هذا السنة الكرامة الإنسانية لمتلقي الخدمات النفسية. يدل هالشعار على أن كل مريض نفسي من حقه أنه يتعامل، يعني يتعامل مرضه مثل أي مرض ثاني، مثل ما تفضلت الدكتورة، مثل الإنفلونزا والإسكوم، ومن حقه أيضا أنه يحصل على العلاج، وبعد من حقه أنه يتعامل كإنسان عادي، ما ننقص أي حق من حقوقه. حلو جميل. إذا يعني شنو اللي توفره الجمعية وياك؟ جمعية وياك، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. جمعية وياك توفر ممكن نقول خدمات نفسية للمجتمع، لكافة شرائح المجتمع، أيضا تغيير مفهوم الصحة النفسية، نشر الوعي بين الناس أن الصحة النفسية، لما نتكلم عن الصحة النفسية احنا نتكلم عن بناء إنسان، وبناء إنسان يعني أني أنا أبني مجتمع. نعم. فجمعية وياك باختصار تهدف إلى، أو عفواً توفر برامج تدريبية للمجتمع وورش يعني متكررة في أكثر من فترة، بالإضافة إلى برامج على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر الإيجابي، أو ممكن نقول الفكر الصحيح عن الصحة النفسية، الوعي بشكل عام. نعم. حلو. بنعرف أكثر عن خلينا نقول الفعاليات اللي إن شاء الله قادمة في خلال الأسبوع الجاي، وأكيد جمعية وياك قد منحت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك لقب السفير الفخري لثمان من الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، تقديرا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم العمل الاجتماعي، وهم الشيخ الدكتور محمد بن حمد الثاني، والدكتورة حنان الفياض، والدكتورة هدى السبيعي، ورجل الأعمال السيد خالد بن طوار الكواري، وخبير التدريب الإعلامي خالد صالح، والإعلامي حمد جاسم، والكاتب الإعلامي رمزان النعيمي، والبطل الرياضي فيصل الهثيمي. والحين وين نروح؟ نطلع فاصل؟ فاصل. إذن مشاهدينا مواضيعنا مستمرة وطبعا متنوعة، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
حياكم الله مشاهدينا من عقب هذه الجولة مع أخبار ومؤشرات البورصة وطبعاً بورصة أمس، وخلنا نأخذ معاكم بعض الأخبار السريعة في جرائدنا المحلية الصادرة صباح اليوم. أولى الأخبار معانا، علم لأجل قطر تطلق حملة شكرا معلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. رئيس الوزراء يرعى الاحتفال باليوم العالمي للمعلم وتكريم قدام المعلمين من القطريين والمقيمين واثنين من رواد التعليم في قطر. فبما أن قرينا هالخبر ومعنا ضيفاتنا، أستاذة ودك تشكرين معلمة؟ احنا اطلقنا مبادرة من الصباح. اكيد، يعني على طول استرعف انتباهي معلمتي للغة الانجليزية في ثانوية الشيماء الأستاذة نعيمة خميس، وانا يعني أشكر لها ولحد الآن لها آثار في اللي أنا وصلت له حاليا. وأيضا أشكر أيضا مو بس المعلمة، أيضا مديرتي زليخة النعمة كان لها فضل كثير. نعم، في تغيير وجهات نظري. سيدة الفاضلة الحياة. وما ننسى الوالدة. لا يعني أكيد. الوالدة طبعا كانت من المعلمين 35 سنة، فيعني يستاهل صراحة أنها تذكرين اسمها. عاشة عبد الغفار، وطبعا هي مو بس معلمة أجيال، هي علمتني أنا كثير في حياتي. صحيح. بناتنا بالنسبة لي طبعاً أوجه تحية كبيرة وشكر ومحبة ودعاء لأبلة حمدة، درستني في مرحلة الثانوية. ممكن أقول يعني ممكن هذه أكثر إنسانة بدأت أنا في التغيير من كلماتها من تشجيعها. يقال دائماً المعلم يعني يكون إنسان قبل أن يكون معلم، وبالفعل هي إنسانة علمتنا وطورتنا وشجعتنا، فكل الشكر لها وأتمنى لها إن شاء الله التوفيق. إن شاء الله. شكرات حمدة وحمد اللي عندنا. أنا أوجه كل شكري لأستاذة أمينة فخرو، مدرسة علم اجتماع في مدرسة أم حكيم. أي مرحلة كانت؟ كانت في الثانوية. هي من خلالها علمتني يعني بشكل عام عن علم الاجتماع، كان أول مرة بالنسبة لي أدرس هالمادة، ومن خلالها قدرت أختار تخصصي، والحمد لله أنا الحين أدرس علم الاجتماع في الجامعة. أكيد. حصة؟ والله الوالدة يعني أنا مثلك أستاذة صراحة، إن شاء الله الله يسمع منك، يعني ما أطلع مني زاها، يعني سواء كانت كمعلمة فاضلة ويعني كأم، والجنة تحت أقدامها، وتحية وهي في الطيارة وراجعة الدوحة، فيعني الله يرجعها بالسلامة. آمين إن شاء الله. وانتي؟ أنا أشكر كل مدرساتي، بس الغريب في الموضوع أن الثانوية العامة هذه المرحلة اللي أنتوا تمت فيكم يعني المدرسات في بالكم، مع أن دائما في الابتدائي ممكن تتعلقين في مدرسة أكثر، أو يمكن هو الوعي لنا الواحد يوم يكبر. المرحلة أي الواحد يعني في المرحلة أحس يتعلم أمور ثانية. صحيح. مرحلة التغيير. تغيير. يعني. صحيح. وإحنا إن شاء الله بالنسبة ليوم المعلم بيكون عندنا يعني تغطية إن شاء الله يعني جميلة مسائية مع برنامج ترحيب بإذن الله. أكيد. ونكمل معاكم جرائدنا وبرنامج البيرق في جامعة قطر، يطلق مسار أنا باحث بمشاركة 4 مدارس مستقلة ضمن الدورة 10. واجتماع وزراء الثقافة لدول الخليج في الدوحة الأسبوع المقبل، تسبقه لقاءات للجنة الدائمة ووكلاء الوزارات، وقانون جديد لنفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، تعمل على إنجازه وزارة المالية وبنك قطر للتنمية. هذه أخباري في جريدة الشرق. طيب أنا عندي جريدة الراية في محلياتها. الخبر الأول، إعادة قيد طلبة البكالوريوس بالجامعة 11 أكتوبر لمن سبق طي قيدهم لأسباب أكاديمية. طبعا أكيد هذا الخبر راح يعيد الأمل عند الكثير من الطلاب والطالبات. عندي الخبر الثاني أيضا في المحليات، اللي هو مهندس قطري يخترع جهازا لتدريب وتعقب الصقور والإبل بتكلفة 3 ملايين دولار، وبعد 4 سنوات من البحث. طبعاً مخترعنا هو المهندس مهدي راشد الدوسري، وجهازه اسمه مسك، يسجل كافة بيانات السباقات ويحدد أماكن للطيور المفقودة. جميل الاسم مسك. أي والله بالتوفيق له. يعني ختامها مسك إنه يلاقي أي شيء مفقود. 4 سنين مو شوي. وأكيد الاسم له دور يعني في شو اسمه. عندنا محليات الرايه، كاميرات المراقبه الامنيه تغطي كافه شوارع الدوحه، والمقدم حسن الكواري مساعد مدير العمليات طبعا كشف عن هذا الخبر، ويقول ان هناك بتكون في مراقبه ايضا في البر بالكاميرات قريبا لوقف التعديات والمخالفات البيئيه.
وخبرنا الأخير في جريدة الراية 850 طلبا لحجز مواقع التخييم للموسم الجديد. هالخبر لك. طبعا تقدم بها المواطنون عبر الوحدات البيئية والتسجيل الإلكتروني. هذه الراية. هذا الخبر يقول لك ان يعني ان الشتاء قادم، عرفتي؟ ما انا اقول لك الخبر. والى جريدة الوطن، الداخلية تطلق الدورة الاولى لتأمين المونديال لاعداد القيادات البرونزية بمشاركة 16 ضابط العميد الغانم. الدورة هي الاولى من نوعها وفق البرنامج المعد، وأكاديمية قطر تصنع القادة. العميد الكواري تحدث عن الشروط ومعايير القبول فيها. رسوم 60,000 والقطري يخضع للكوبونات التعليمية. باب القبول مفتوح أثناء العام الدراسي. ومع مركز بداية 100% زيادة سنوية لرواد الأعمال في مركز بداية. المركز يسعى ليكون الوجهة الأولى لريادي الأعمال. ريم سويدي نستهدف تقديم المساعدات إلى رواد الأعمال في كافة الاتجاهات. وآخر أخبارنا في جريدة الوطن الرياضية، المرتجز يهدي الشقب ريسنج كأس قطر العالمية للخليج للخيل العربية بحضور الأمير الوالد والشيخة موزة لختام مهرجان قوس النصر بمضمار لونغ شو الفرنسي. هذه كانت أخبارنا. عند جريدة العرب، صح؟ عندي جريدة العرب في خبرها الأول، راف تواصل استقبال المشاركين في مسابقة الأفكار الخيرية، و30,000 ريال للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. حبيت الاسم، جائزة الأفكار الخيرية المبتكرة بعد. أي ومرة صدقيني مرة قريت جائزة اسمها عرض أفكار، يعني جات على وزن عرض أزياء، عرفتي؟ فيعني كان جميل الاختيار الاسم. خبرنا اللي بعده، اختتام منافسات بطولة الدامة بسوق واقف، ويعني محلى هذا الخبر بصورة مرافقة. وعندي في أيضا العرب الاقتصادي، خبراء التجارة الإلكترونية يلتقون بالدوحة 19 أكتوبر ويناقشون أحدث الاتجاهات والتطورات العالمية. والخبر الأخير أيضا اقتصادي من جريدة العرب، خبراء البورصة أو الخبراء يقولون البورصة مرشحة لمواصلة المكاسب لنهاية العام، ويتوقع الماليون أن يكون هناك نمو في النتائج الفصلية للشركات بمعدل 5%. إن شاء الله. فلمن يهمه الأمر. نطلع فاصل ونستكمل حوارنا. نستكمل حوارنا. ناظر. قلتني بقول لك نستكمل الحوار. طيب، من شوي تكلمنا عن الصحة النفسية، وعلى طول دشينا أن هي مرض. فقبل هي تكون مرض، شنو هي؟ يعني أول شيء خذنا نعرفها من خلال التعريف العالمي للصحة النفسية. تعريفها أنه هو الإنسان يكون سليم ليس فقط بدنيا وإنما نفسيا واجتماعيا. ترابط هذا لو لاحظتي النفسي والاجتماعي، لأن هذه تدخل في منظومة بيئته. فكل ما كان الإنسان إيجابي كل ما كان وقدرته على التوافق. نعم. هذه نركز عليها وايد، وهذه تأتي من خلال التوافق النفسي، يعني في بنائه، معرفته بقدراته، تقبله للفشل أو للانتكاسات في حياته، وكيفية حلوله لهذه الأمور. هنا تلاقين ذيك الساعة معناته أنه عنده فكر إيجابي بناء. تلاقين ذيك الساعة إذا كان أفراد المجتمع بهذا الشكل، فتخيلي المجتمع كيف راح يكون، راح يكون في أسمى رقية. فهذا هو من خلاله إحنا ذيك الساعة نجي للمرض. هو ليس ما نقدر نقول أنه مش مرض، ولكن إحنا نقدر نعرفه أنه كأي مرض عادي يصيب الإنسان. كل ما أنت اكتشفت بوادره سريعا، وهاي هنا تجي التثقيف الصحي النفسي، كل ما اكتشفت بوادره سريعا كل ما سهل على الأخصائيين والأطباء علاجك سريعا. يعني بدل ما أنت تظل سنة أو سنتين في العلاج يصبح 6 شهور أو 3 شهور أو أحيانا شهر. والوقاية من هالمرض خير. الإيجابية الإيجابية والإيجابية الإيجابية. لكن خل لو بنتكلم هني من أرض الواقع، شلون تعززون الإيجابية، وخصوصا أن هناك يعني في جانب سلبي، ونقول يعني تردد وخوف شوي من مسألة كلمة بس النفسية هذه. ممكن نحن نعزز إيجابية من خلال حضور ورش، حضور دورات تدريبية مثل اللي تقدمها جمعية أصدقاء الصحة النفسية، خاصة لطلبة المدارس وحتى حق الفئة الأكبر شوي. بس تركيزا على طلبة المدارس، هني احنا راح نحصل على جيل واعي وإيجابي أكثر من أننا لما نركز على الجيل الكبير. حمدة، أنت في جامعة قطر مع فاطمة؟ أيوة.
موفقين يعني كونكم طالبات جامعة ومتطوعات في جمعية وياك، شنو دوركم أنتو كشابات غير أن أنتو متطوعات وطالبات؟ يعني فاطمة ما شاء الله نشوفش في السوشيال ميديا، يعطيك العافية، نشر الإيجابية. الحمد لله إن شاء الله كلنا إيجابيين بإذن الله. دورنا ممكن إحنا كطلاب صحيح نتطوع في هالمجال، لكن أيضا هي فرصة لنا أن إحنا نكتسب أمور ممكن الباقي ما يكتسبونها. فدورنا إحنا كطالبات، الجيل اللي معانا محتاج وعي، ممكن يعني قاعدة نتكلم عن موضوع معين، عن مثلا الخوف القلق، يمكن أنا تكون عندي معلومات أفيد اللي معاي. ودائما دائما يعني نذكر أنفسنا مثل ما قالت بعد الدكتورة أن الصحة النفسية هي محرك للعمل، محرك للمجتمع. أنت مثلا ما يعني تهتم في صحتك النفسية، أنت قاعد تهتم في أهم شيء في حياتك، ستسأل عن عملك. فشيء مهم وإيجابي أني أنا أعزز هذه الثقة في نفسي وأنقل عدوى الإيجابية للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني أستاذة أميرة، يعني من يعني ما ذكرته فاطمة، مسألة الاختلاط هذه بين الشباب في تعزيز الثقة، أحياناً في بعض الشباب ممكن يرفض سالفة الشيء الموجه، تعال واسمع مني، لكن عملية نشر الثقافة، يعني فاطمة بطبيعتها إيجابية، حمدة بطبيعتها إيجابية، فشلون هذه العد والإيجابية تنتقل؟ فبالتالي أكيد بتأثر على الصحة. استخدامنا حتى للهجة، يعني وايد انتشرت عندنا كلمات شفيك منفسة، شفيك منفس اليوم، يعني انتشرت بطريقة أنه يعني والله لو ما كنت ممكن أكون، فشو تقولين في هال؟ طبعا مثل ما قلنا، لا ناخذ أبسط مثال، الابتسامة. لو أنت ابتسمتي في وجه إنسان مستضيق تلاقينا لا شعوريا يبتسم في وجهك، هذه هي العدوى الإيجابية، الانتقال. فلما تأتي لحضور كله إيجابي مفعم بالحيوية والنشاط والأفكار والإبداع والطموح، فتلاقينا شوي شوي يبتدي ينظر لنفسه مع الآخرين. هذه النظرة إحنا ممكن ما نستشعرها، ولكن هو أكثر قادرية على الاستشعار، فيقول ليش أنا ما أكون مثلهم؟ إيش اللي هنا يبتدي التساؤلات يطرحها على نفسه، إيش الخلل اللي موجود عندي؟ طيب ليش أنا مش سعيد؟ هذه التساؤلات هي نوع من الاستبصار. فكل ما الإنسان أصبح مستبصر بالحاجات اللي يعملها، يعني في أحيانا إنسان غير مستبصر وغير واعي، فلكن مع المحيط فيه، المحيط مؤثر، ما هو البيئة، إحنا قلنا في الصحة البيئة تؤثر صحيح. في الاجتماعية تؤثر في صحة النفسية، فكلها مرتبطة، سلسلة مترابطة. إذا كان بدني يعني لا سمح الله مريض، أنا نفسيا راح أيضا راح أكون شوي تعبان، اجتماعيا بيئيا، هاي كلها تؤثر في بعضها بعض. فلما تكون البيئة مفعمة بالإيجابية والنشاط، هو يبتدي يتغير، يعني وإن كان على حسب الوتيرة، يا أما سريعا يا أما على درجات بطيئة، ولكن في تحسن. يا إحنا نأثر في البيئة يا البيئة تأثر علينا، فالأفضل إن إحنا اللي نأثر فيها. صحيح. طيب بما أن جمعية وياك هي تنشر هذه الثقافة خلينا نقول الصحية النفسية الصحية، فعندكم إيفنت الأسبوع الجاي أو أنشطة تحديدا في كتارة إذا ما خاب ظني؟ أيوة. كلمينا عنها. راح يكون بإذن هذه دعاية. دعاية بإذن الله الأسبوع القادم يوم السبت راح تكون فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية، تاريخ 10/10 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء في كتارة. بالنسبة للفعاليات راح تكون فعاليات متنوعة، راح يكون في مسابقات وجوائز. كلمينا عنهم الفعاليات مثل إيش؟ في أكثر من أقسام، في قسم لسباق الماراثون للأطفال راح يكون قسم، ايضا في مجلس الاستشارات راح يكون في مجلس اللي عنده استشاره حاب ممكن يتفضل، ايضا قسم للمسابقات على المسرح. هذه الاقسام اللي حاليا اتذكرها يعني. فباختصار هي الفعاليه طبعا موجهه لجميع افراد المجتمع، راح تكون فرصه للانفتاح والتكلم عن او التحدث عن الصحه النفسيه بانفتاح وبمرونه، لان احنا نتكلم عن ممكن نقول اهم عنصر في الحياه وهي الصحه النفسيه، وكيف نتغلب على الضغوطات والعواقب اللي تواجه الإنسان. فنتمنى إن شاء الله أن هذا اليوم يكون الجميع يعني بإذن الله بداية خير بإذن الله. حمدة، شلون تشوفين الإقبال بما أنه يعني الكم كثير مثل ما ذكرت يعني فاطمة، وذكرت أن هناك في ورش عمل وفي جهود قاعدة تبذل، فالإقبال هل هو يعني مرن ولا من الصعوبة أن تحصلون؟ في إقبال يعني ما شاء الله وايد حلو. من أي فئة؟ من جميع الفئات، سواء من رجال ولا نساء؟ الاثنين. الاثنين؟ أيوة. حلو. وطبعا احنا نطمح ان
نوصل لأكبر عدد ممكن عشان نقدر نأثر على المجتمع ونغير فكرة الصحة النفسية ونشجع الناس أنهم يتكلمون عنها جرأة أكثر، لأنها موضوع بسيط وما يحتاج كل هذا الخوف والتوجس. أكيد الله يبعد عنا الخوف إن شاء الله. حلو. ومن الأشياء اللي أكيد تبعث على الإيجابية الرياضة، وهي جزء كبير في التأثير على لها تأثير على صحتنا النفسية بشكل إيجابي. نروح معاكم فاصل ونتكلم أكثر عن الصحة النفسية، لا تروحون بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا، ومن علوم الجو نروح الى فعاليه رياضيه، واللي قلنا قبل شوي انها من العوامل اللي تاثر ايجابا على الصحه النفسيه، حيث انطلقت عندنا فعاليات النسخه التاسعه من البرنامج الاولمبي المدرسي تحت شعار الرياضه والاعلام. يتم تسليط الضوء في هذه الفعالية على الدور الإعلامي المهم، وكيف ممكن إشراك الطلاب فيه من أوائل أعمارهم لبناء كوادر إعلامية شابة تساهم في بناء الوطن. مزيد من هذه التفاصيل مع نديبنا محمد الشهراني.
يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير. متواجدين في نادي الغرافة وبالتحديد بمقر الاتحاد القطري لكرة السلة، حيث انطلاق فعاليات البرنامج الأولمبي المدرسي في نسخته التاسعة تحت شعار الرياضة والإعلام. معنا للحديث أكثر عن هذا البرنامج الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني، المدير الإعلامي للبرنامج الأولمبي المدرسي. يا هلا ومرحبا فيك وصبحك الله بالخير. صبحك النور والسرور طال عمرك. أبو عبد العزيز، النسخة التاسعة، يا ريت تحدثنا عن أكثر الفعاليات اللي موجودة أو اللي اختلفت عن العام اللي قبل. طبعاً بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه النسخة التاسعة للبرنامج الأولمبي المدرسي، طبعاً هذا كان تكملة لإرث أسياد 2006. طبعاً في 2007 و 2008 كانت انطلاقة النسخة الثامنة ب 3000 طالب. انتقلنا إلى النسخة السادسة التاسعة تقريبا 29,000 طالب وطالبة وعدد 544 مدرسة. السنة هذه طبعا حافلة بالمنافسات، عندنا منافسات الرياضية الجماعية والرياضة الفردية. أيضا يمتاز البرنامج الأولمبي المدرسي أيضا بالشق العلمي والشق الرياضي. إذا تكلمنا عن الشق العلمي فهناك طبعا في كل سنة نسخة من ضمن البرنامج الأولمبي المدرسي، والنسخة لهذه السنة نسخة متميزة كالعادة الرياضة والإعلام. بالعكس، هذا اللي تعودنا منكم التميز في كل سنة. إنزين أبو عبد العزيز، الرياضة والإعلام، الإعلام له دور كبير في أنه ينشئ الطالب وأنه يطلع كفاءات للوطن، إيش معنى اخترتوا شعار الرياضة والإعلام لها السنة؟ أنت شايف أهمية الإعلام اللي يدور حولنا في هذه الأيام، وأهمية يعني الرياضة والإعلام متصلين في بعض. طبعاً الإعلام الرياضي عندنا أيضاً متميز في دولة قطر، ونتنعم أيضاً بالإعلام الرياضي يعني الجميل، منها قنوات رياضية، منها الصحف، منها التواصل الاجتماعي وإلى آخره. أيضاً عندنا مثل ما تقول صحفيين وإعلاميين متميزين قطريين. فالهدف من يعني جعل الإعلام نسخة، حابين نحث الطالب أنه يتعلم عن أهمية الإعلام الرياضي. فإذا ما كان رياضي محترف مثلا، ممكن أيضا إذا حب مجال الرياضة أنه يكون إعلامي رياضي، ونشوفه إن شاء الله خلف الشاشة أو كاتب يوما ما شاء الله. جميل جدا، الله يعطيكم العافية على هذه المجهودات. ما شاء الله من الصبح المدارس موجودة وفي تفاعل المدارس مع البرنامج هالسنة، شلون تفاعل؟ مثل ما قلت لك السنة عندنا 544 مدرسة، يعني هذا الرقم الأعلى اللي وصلنا في البرنامج الأولمبي المدرسي. طبعا ولله الحمد المدارس جدا متفاعلين، حابين المنافسات، ونشكر مدراء المدارس يعني متفاعلين جدا، وكل يعني مدرسة حابة تبرز دورها في البرنامج الأولمبي المدرسي. يعني أنت لو تلاحظ في آخر مارس لما تقوم النهائيات في أسباير دوم، تلاقي مدراء المدارس متحمسين والطلاب متحمسين وأهاليهم، فتشوف يعني جو أولمبي مدرسي جميل جدا وفيه تنافس شريف، وهذا اللي نطمح له بين الطلاب. الله يعطيكم العافية، كلمة أخيرة توجهها لمشاهدين قناة الريان أيضا متابعين البرنامج الأولمبي. والله حاب أشكركم يا قناة الريان على تميزكم وتغطيتكم المستمرة، وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يعطيك العافية وما قصرت، وشاكرين لك وقتك. الله يعافيك، ما قصرت طال عمرك. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذا اللقاء مع الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني، المدير الإعلامي للبرنامج الأولمبي المدرسي. هذا كل اللي عندنا، نسخة التاسعة تتميز عن النسخة اللي قبل بكثرة المدارس المشاركة أيضا بالفعاليات. هذا كل اللي عندي، والكلمة لكم، والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أيضا يا محمد، والشكر أيضا موصول لضيفك الكريم. ابتسامة. طيب نرجع لمحور حديثنا. أستاذة أميرة، تكلمنا عن شغلتين أو يمكن تحت الهواء هذا النقاش اللي شدنا، موضوع السوشيال ميديا إذا أنا عندي مشكلة وما أبي أناقش فيها أو أروح حق مختص وأحصل مثلا إعلامي أو شخص مشهور بيطرح مشكلة وبيعالجها، مع أنه مش الشخص المختص أنه هو يفتي لي في المشكلة اللي أنا عندي. وهذه سبب مشاكلنا الآن
في التواصل الاجتماعي وأنواعها، إن إحنا أحياناً نذهب إلى الأشخاص المفروض إن إحنا ما نروح لهم لمثل هذه المشكلات، نتوجه للمختصين. مثل ممكن نقول سهولة التواصل، إخفاء المعلومات من أنا، طبعاً أغلب مال التواصل أشخاص غير معروفين أحياناً يكونوا مجهولين، فيسهل عليه إن هذه سريته، ولكن يقع في خطأ جسيم لأن أنت قد تسبب لنفسك أضرار أكثر مما كنت تتوقعها. هني يجي دور الجمعية. دور الجمعية هني توفر استشارات هاتفية واستشارات إلكترونية حق الجمهور، يعني تجينا وايد استفسارات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاكل تصير لهم في الحياة، فنوجههم إحنا لموقعنا الإلكتروني اللي هو وياك.QA أو على رقم الاستشارات الهاتفية، يتواصلون دايركت مع الأخصائيين النفسيين المعتمدين من الجمعية عشان يحصلون الرد المناسب لمشكلتهم وبالتفصيل. غير هذا احنا دائما في السوشيال ميديا ننوه انه ضروري جدا ان الناس يتأكدون من شهادات الدكتور اللي يستشيرونه، لان هذا شيء وايد مهم، ومو اي دكتور يقدر يشخص حاله او اي شخص عادي. هذا السؤال اللي كنت بسأله لفاطمة، يعني عملية بناء الثقة يعني وإنه يعتمد المراجع، يعني مش راح نقول المريض نفسيا بس إن المراجع يعتمد إنه يعني أنا شلون أقدر يعني أفتح مع هذا الدكتور وأعطيه كل اللي عندي، فيعني آلية تطبيق إن أنتم يعني فعلا عندكم أخصائيين معتمدين. أيوة، فهو السؤال يعني هل عفوا هل في اخصائيين؟ اي نعم، يعني مثلا انت هني ايش قالت؟ قالت احنا ننصح ان يروحون للاخصائيين للاخصائيين المعتمدين، فشلون يعني انتم هني فعلا تربطون هذه الثقه بين المتقدم او المراجع مع الاخصائي المعتمد من قبلكم؟ ايوه، احنا دائما يعني نحاول قد ما نقدر ان تكون في شفافيه ووضوح في الموضوع، لان المساله هي مساله حساسه ومسألة سرية أيضا يعني. نعم. فنقطة أني أنا أكون واضحة مع المستشير أو اللي جايب لي الاستشارة، أكون واضحة معه وأعرفه يعني من هذا الدكتور أو الأخصائي اللي راح يراجع معه، فيكون عنده خلفية عن عفوا الاستشاري نفسه. تنبني عملية الثقة هذه يعني أنتوا على أرض الواقع أكثر منا إحنا؟ هو والله في بداية أنا أحس سابقا ما كان في ثقة، لكن الوقت الحالي هو صار في نوع من الوعي النفسي، بمعنى أن ممكن الذهاب إلى الأخصائي أو الطبيب أحياناً يسبب إحراج للشخص، يمكن الشخص مقتنع عفواً يمكن الشخص مقتنع في هذا الشيء، لكن ساعات المحيط اللي حواليه، الأفكار اللي حواليه، المجتمع، فالاستشارة راح تكون يعني فرصة لأنه يعبر عن المشكلة اللي عنده، يعني ينفس عن مشاكله. فالحمد لله تجينا المشكلة بكل وضوح بدون ذكر الأسامي طبعاً، في سرية، في سرية جدا، وفي إقبال الحمد لله على الاستشارات. جميل، حلو. ناس ما قلت تحت الهواء ودي الخبز عند الخباز، لا ممثل بيفتي لك في الموضوع ولا شيء. طيب، الأمهات اللي تكون عندها مشكلة مع يتوقع عندها مشكلة مع بنتها أو ولدها وتخاف أنها تفتح ملف خلينا نقول نفسي حق ولدها أو بنتها، في هالحالة شو تسوي؟ طبعا هم أولا يجونا بأسئلة، بعدين كل ساعة تقول هل أنا محتاجة أن أنا أعمل ملف؟ طبعاً هو عمل ملف ضروري حتى تتبع مدى التحسن، قد يحتاج إلى أدوية، الطفل قد يعاني من مشاكل ثانية، وإحنا يعني لازم نتبعها أيضاً صحياً يعني إلى الجانب النفسي. فإقناع الأم بأهمية هذا الأمر وأن هذا الأمر لن يضر الطفل يعني، وثانياً إحنا نراعي هنا في شغلة كثير مهم، الأم دائماً تعتبر نفسها شخص مذنب إذا وجدت أحد أبنائها مريض نفسي، تقع لا شعورياً اللوم على نفسها، وبالتالي هي تحاول إنكاره. فلما تحاول إنكاره فتقول لك لا، أنا ما يحتاج ابني إلى المراجعة، ما يحتاج ابني أنا أفتح له ملف، في حين أنه هو يحتاج، ومو يكون ذنبها أو خطأها يعني. قد أحياناً في بعض طريقة البناء الشخصي غير مستقرة فتحتاج إلى استقرار، وليس هاي معناته انتقاص من أمومتها،
هذا دائما اللي احنا نعانيه. لأن أكيد دائما تشوف عيالها بنظرة الكمال. صح. حصة كنت تقولين أنه في المدرسة. بالفعل أمس كنت في اجتماع في مدرسة العيال، وكان هناك عندهم طبعا من ضمن الفريق أخصائية نفسية، فكل يعني موظفة تعرف يعني بدورها وكذا. فذكرت النقطة اللي ذكرتيها أستاذة، أن من المهم جدا يكون في تواصل بيني وبينكم في أي شيء أنت تشكين فيه. لا تخافين، لأنه ممكن يكون بسيط وأنا أريحك، وممكن لا أنا أشد على يدك ويعني ونعالج المسألة من البداية. وأنا مش راح لا أكشف أسرار ولا أتدخل في أدق الخصوصيات. يمكن المسألة تنحل بلعبة مع الطفل. صحيح. وانتهى الوضع. يمكن لا محتاجة شوية مراحل، بس كلها في إطارنا إحنا، وفي يعني وفي إطارك، وأنت يا أم بتعرفين شنو هالمراحل اللي يعني انا بمشي فيها مع ابنك من البدايه الى النهايه. وحاولت ان بعد نفس الشيء ان يعني تطرد هذا الجانب السلبي. يعني ايش في هذا يعني الولد مر في حاله نفسيه مثلا معينه، خاف يعني كرمكم الله وكرم المشاهدين، تبول لا ارادي، هذه ممكن احنا يعني بسرعه نحل هذا الموضوع. والحلو امس كان في شفافيه انه جابت حالات حيه. يعني تعرضنا لهذا الموقف مع طالب، بدينا معاه كذي وانتهينا معاه كذي، وهو الحين من احسن الطلاب وكذا كذا المتفوقين. وعلى طار المتفوقين، ايضا حتى المتفوقين ممكن يمرون بحالات نفسيه معينه ممكن يتداركونها. يعني صحيح. الاخصائي النفسي المدرسي يلعب دور كبير في مساله الوقايه بصراحة. وأيضا إلى جانب أيضا صعوبات التعلم اللي قد يواجهها الطالب، وهي تأثر في حالته النفسية. فإحنا ممكن نقول الطالب صار منطوي اكتئاب، وإحنا ما نعرف، وقد تكون هي من أسباب أنه يواجه صعوبات في التعلم ولا تعي الأسرة بها. فالأخصائي النفسي المدرسي مهم جدا دوره، حتى في وضع البرامج اللي من الصغر، بحيث أنه يصبح بعد ذلك من الأشخاص المتميزين. نعم جميل. بنات رجعوا ذكرونا بس شلون ممكن الواحد يتواصل معاكم او حساباتكم على السوشيال ميديا، طبعا حق جمعيه وياك. حساباتنا على السوشيال ميديا هي وياك كيو اي، وعندنا بعد الموقع الالكتروني وياك كيو اي نفس الشيء. ايضا عندنا من خلال السوشيال ميديا نعرض ارقام التواصل للاستشارات، وايضا بعد في الموقع في تفاصيل اكثر للوصول لنا. حلو. والوعد ان شاء الله في كتاره ان شاء الله. ويعطيكم العافيه وشرفتونا واثريتونا، واكيد يعني هذا الاثراء وصل لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما قصرتوا. وبكذا نكون وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لليوم. باكر نشوفكم مع مواضيع متنوعه، وتواصلوا معنا عبر وسائلنا السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي ان شاء الله، ونشوفكم على خير باكر. مع السلامه.